أكسجين مصر تحمل الحقيقة إليك. نحن نسعى لإثبات الحقائق المجردة، لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة. اضحك كركر، ده هيكون العنوان الفيديو بتاعنا النهاردة. بجد حقيقي لازم كلنا نضحك ونهزر، لأن الموضوع قلب مسخرة. عضو في مجلس شعب السيسي، في برلمان السيسي، برلمان الثورة المضادة، بيقترح إن نقفل موقع الفيسبوك ونفرض على الأعضاء أو اللي هم عاملين حسابات على الفيسبوك يدفعوا 200 جنيه. أنا بستغرب النائب ده إزاي دخل مجلس الشعب. هو طبعا مجلس الشعب ده أصلا قطعته معظم القوى السياسية والقوى الثورية، فهم من الآخر شوية نواب جم بشراء الأصوات. ده واحد جاهل، واحد ما بيقراش، أكيد لا بيقرأ ولا بيكتب، إزاي دخل مجلس الشعب ما تعرفش. هو مش عارف إن الفيسبوك ده ما فيش عليه أي سيطرة، مش عارف إن الإنترنت ما فيش عليها أي سيطرة، مكان مفتوح. وبعدين هو الإرهاب، هو بيقول إحنا نقفله عشان الإرهاب. هو الإرهاب أصلا إيه اللي بيجيبه؟ اللي بيجيبه إن في 80 ألف معتقل، الملايين تحت خط الفقر، في ظلم اجتماعي، في طبقة حاكمة فاسدة هي اللي مسيطرة على السلطة والثروة. هي دي الأسباب الحقيقية للإرهاب. في انهيار اقتصادي، في غياب للعدالة. هو اختزل الإرهاب والأمن القومي في إن إحنا نقفل الفيسبوك. ده وإن دل على شيء بيدل على إن دول اللي بيحكمونا، دي الطبقة اللي بتحكمنا، لا بتفهم، طبقة لا بتفهم ولا بتفكر، وكل اللي يهمها إن هي تسيطر وخلاص. محدش فيهم بيفكر إن هو يصلح حال البلد. فين برلمان السيسي ده؟ ايه الدور الرقابي اللي بيعمله؟ ايه الدور التشريعي اللي بيعمله؟ كل حاجة موافقة، ما شفناهمش قاموا بدور سحب الثقة من الحكومة، ما شفناهمش حلوا اي مشكلة. اعتقد ان مجلس شعب زي ده لا يمثلنا ولا يمثل اي حد من المصريين، وان حتما لازم تقوم ثورة زي اخر برلمان في عهد مبارك، تقتلع هذا البرلمان. وهو كلمة برلمان أصلا كلمة برلمان كبيرة على 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 الكيان ده. هو مجموعة من المنتفعين، مجموعة من أصحاب المصالح والمطبلاتية اللي جابهم السيسي لمجرد تطبيل ليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق، ويا ريت اشتراك في القناة، ولو عجبك المحتوى تقدر تاخده، مفيش أي مشكلة.